يحمل منتخب مصر لكرة اليد حلم العرب في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعدما أصبح الممثل الوحيد لكرة اليد العربية في الأولمبياد بعد نهاية التصفيات واكتمال عقد المتأهلين. وفشلت المنتخبات العربية الثلاث تونس والجزائر والبحرين في الوصول إلى باريس 2024 من خلال ملحق التصفيات التي أقيم مؤخرا ليكون منتخب الفراعنة هو الممثل الوحيد للعرب في الأولمبياد. وكان منتخب يد مصر قد حجز بطاقة التأهل المباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا التي أقيمت في مصر يناير الماضي ليضمن التواجد في الأولمبياد للمرة الثامنة في تاريخه في رحلة البحث عن أول ميدالية أولمبية. وتترقب الجماهير المصرية وعشاق كرة اليد قرعة منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس والتي تجرى يوم 16 من أبريل المقبل. واكتمل عقد المتأهلين إلى منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس بعد نهاية ملحق التصفيات بوصول 12 منتخبا ثم تقسيمهم إلى 6 مستويات قبل القرعة. وتواجد منتخب مصر في المستوى الخامس مع منتخب السويد وضم المستوى الأول منتخبي الدنمارك وإسبانيا، وجاء في المستوى الثاني كل من كرواتيا والنرويج، وفي المستوى الثالث المجر وألمانيا. وتواجد منتخب فرنسا صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو في المستوى الرابع مع منتخب سلوفينيا، وضم المستوى السادس منتخبي الأرجنتين واليابان. طموحات وتحديات كبيرة تنتظر منتخب اليد في باريس 2024 بحثا عن إنجاز جديد وتحقيق ميدالية أولمبية تاريخية بعدما أصبح فراعنة اليد إحدى القوى العظمى في عالم الساحرة الصغيرة.